وياه. هذا مقطع عن السباقات، سواء قفز، سباق التحمل، سباق السرعة، الماراثون إلى آخره. نقطة معينة مرتبطة في الأشياء هذه. قد كنت أتوقع أنا سابقا في موضوع تخريب الشخص اللي يركب خطأ على شغلك. يعني مهما ركبت الحصان صح، إذا ركبت خطأ ممكن يخرب مع الوقت، مهما ركبت الحصان خطأ إذا ركبته صح بيتحسن مع الوقت. كثير أو أغلب المتسابقين في سباقات التحمل أو الماراثون أو القفز أو حتى السرعة الجوكي، خاصة في الوقت الحالي، يمكن في الماضي أقل لكن خاصة في الوقت الحالي، عادة بيكون راكب حصان مو مدربه، حتى لو كان هو المالك، حتى لو كان هو اللي يملك الحصان، مو فقط يعني فارس بيركب الحصان في وقت السباق، حتى لو كان هو نفسه مالك الحصان، تلاحظ أن اللي عسف الحصان أحد غيره، اللي درب الحصان للسباق جهزه أحد غيره، سايس أو شخص آخر، وهو يجي بس وقت السباق يركب الحصان، أو حتى لما مثلا في التحمل في التطبيق أو مفهام سما ما شئت، يعني خلينا نقول كل أسبوعين ذا أسابيع يركب الحصان مرة في شغل قوي، باقي الأمور يسويها السايس أو شخص آخر، مسارات خبب هذب الشغل العادي يسوي أحد غيره. فلما تشوف كم مرة ركب الحصان قبل السباق في السنة، خلينا نقول معدود على صابع المرات اللي قاود الحصان فيها أو تعامل مع الحصان فيها أو ركب الحصان فيها. فاللي يصير إنك بتركب الحصان في وضع صعب جدا، سواء في التحمل في الانطلاقة أو لما يحاول يحرن ويكن وتحاول تحركه، أو حتى في القفز لما يركب الحصان في مسابقة وهم متعود عادة يتدرب في مكان بالحالة، ما في جماهير، ما في أحد، ما في تصفيق، ما في خيل الآخرة، أو حتى في الماراثون متعود يتشغل بالحالة أو مع حصانين ثم فجأة تشغل مع 50 راس، فبيجي موقف غريب وانت ما ركبت واجد. فالمتوقع ان شغلك ما راح يكون بشكل مطلوب، اولا ما تعرف الحصان كفايه، ثانيا بما ان اللي درب الحصان شخص اخر عيوبه بتطلع في الحصان، حتى لو كان ركوبك صحيح ركبت حصان مدرب خطا ما راح يكون ادائك فيه زي حصان انت بس مدربه، ما حد ركبه غيرك، ما حد قاوده غيرك. ولو كان ركوبك أسوأ، يعني لو كان اللي مدرب لك حصان فرضا السايس شغله احسن من شغلك في القود والركوب، معناته ما راح يكون ادائك زي اداء ان ركوبك خطا اصلا. في كل حالتين، سواء الشخص اللي يدرب لك الحصان احسن منك او اقل منك او حتى مقارب ركوبك، ما راح يكون اداء الحصان بشكل مطلوب، لان الحصان ما راح تتاقلم معه، اما انه يكون فوق مستواك لو كان الشخص اللي مدربه احسن منك تتلخبط، معناه تكون لخبطه محدوده، او يكون اللي درب الحصان شغله خطا فالحصان مره يحوسك، او يكون ركوبه مقارب ركوبك بس طريقته مختلفه عن بعض او اسلوبه مختلف عن بعض تتلخبط. فاللي يصير ان ادائك ما يكون بشكل مطلوب، لان ببساطه الحصان مو متعود على ركوبك، مو متعود على قودك، اللي قاوده عادة شخص آخر، يركبه عادة شخص آخر. هذا رقم واحد أو من أهم الأمور الأساسية لتطبيق. نعم لو كان ركوبك صح بتحكم فيه، زي ما قلنا في التزليق لو كان حصان ركوب خطأ وركبته صح بتحكم فيه، بس درجتك تكون سيئة، ممكن تقارنها بحصان أنت مدربه أو أنت مجهزه. النقطة الثانية وهي الأهم، عادة في السباقات يكون أقوى اختبار يمر فيه الحصان السباق نفسه. يعني في القفز لما يكون الحصان يتدرب على القفز عادة بالحالة مكان مغلق، يمكن حصان حصانين ثانية معه في نفس البدوك أو نفس المكان اللي يقفزون فيه الميدان، الناس اللي يتفرجون عليك أو حولك في نفس المكان كلهم على بعضهم ما يجيهم 10 أشخاص بدون أي مقدمات. لما تجي في مسابقة الجمهور بالحالة 100 شخص، المكان مغلق أول مرة يجي وتبغى يقفز فيه، ألوان الحوادث قد تكون مختلفة، الخيل أو الناس اللي قاعدين في وسط الميدان يضبطون الحوادث اللي طاحت وغير المصورين وما المصورين والسيارات اللي حاطينها جوائز وغيره تلخبطه، فيجي الحصان في وضع صعب جدا وجديد عليه. عادة الحصان مهما كان ركوبك صح إذا الوضع جديد بيتلخبط، فما بالك ركوبك خطأ واللي راكب لك حصان أو مدرب لك حصان واحد آخر أو شخص آخر وفوق كده المكان جديد، طبيعي ما يكون الأداء بالشكل المطلوب. نفس الفكرة في سباق السرعة، الحصان في الميدان يدرب شخص غير الجوكي في الميدان صح في السيدة، لكن عادة ما مو بشرط إنه يدخل في السرد إلا في تمارين معينة، فينطلق مع الخيل انطلاق عادي، بالنهاية بيشغل مع رأس رأسين ثلاثة بالكثير، التحريك ما يكون إلا عند 400 أو 200 بآخر شيء تقريبا. لكن لما تدخل في سباق سرعة جمهور ناس يدفونه يدخلنا في السرد 9 10 11 12 راس معه في نفس السرد ينطلق، ومن يوم ينطلق لين يوصل 400 الجوكي يبالغ في محاولة رد عشان يطبقوا خطة، ثم عقب 400 يبالغ في التحريك عشان يسبق الخيل الأخرى، فالوضع غريب عليه، الوضع ما يصير إلا وقت السباق. فوق كذا اللي راكبه في السباق الجوكي مو هو اللي يدرب، يدرب شخص آخر فيتلخبط. بس فكرة التحمل، أقوى تطبيق أو مفهوم الحصان يمر فيه في التحمل خلينا نقول 40 50 60 كيلو، خلينا نقول اسطبل مرة كبير وعنده خيل كثيرة خلينا نقول 20 راس دون أي مقدمات، مكان مفتوح 200 راس الفجر وبتشغله 160 كيلو أو 140 كيلو ضعف المسافة اللي طبقت له أو فحمت فيها، وأنت أول مرة تركبه أو خلينا نقول ركباتك للحصان كلها على بعضها 12 ركبة بينما يركب واجد هو السايس، أكيد يتلخبط.
نفس الفكره الماراثون، الماراثون والتحمل متقارب الوضع، اللهم الله خير الماراثون بما انه مسافه قصيره تكون اكثر حاره. فالوضع جديد على الحصان، ما قد اختبرته باختبار اقوى منه، انت ما انت اللي متعود تركبه، متعود تركبه واحد ثاني غيرك، فالمتوقع ان يصير في لخبطه، سواء انت ركوبك احسن تكون درجتك بشكل مطلوب مع او اكثر من اللي كان يركبه، او ركوبك اسوء تتحكم اقل من راعيكم في لخبطه، او ركوبكم حول بعض بس طرقكم مختلفه عن بعض تتلخبط. لكن لو كنت انت اللي راكب الحصان، انت اللي مدرب الحصان طول السنه، هنا ما عاد لك حجه، ما عاد لك عذر، اي عيب يصير منك انت واي ميزه بتصير منك انت. طبعا يبقى الشيء الثاني لو قلت زي ما قلت ان بيكون الاختبار اقوى اختبار على الحصان، يعني اقوى اختبار مر على الحصان، هذا برضه له حل، انك تحط الحصان في اختبارات اقوى من الاختبار اللي بيكون فيه. طبعا شوف انك تطبق نفس السباق او تطبق نفس الشيء اللي بيصير في السباق، شوف جماهير تبي تقول لا، تسوي اختبار اقوى من الاختبار اللي بيمر فيه بس مختلف. على سبيل المثال كيف التسليق لما نشرح نقول ما نبغى يخاف، ابغاه يعرف انه حتى لو خاف ما ينطلق، ما ابغى ما يخاف، ابغى يخاف ولو خاف ما ينطلق، طرق ركوب الاخرى صحيحه وما ابغى يخاف لو خاف ينطلق، انت تقول حتى لو خاف ما ينطلق اصلا ما يبغى يعرفه. فاقدر احط الحصان في اختبارات اقوى اصلا من الشيء اللي بيمر فيه في التحمل او في الماراثون او في سباق السرعه، وهي سهله ان اصلا الاشياء اللي بيمر فيها مين مره صعبه. لو حطيت باشياء مره قويه، قوره فيها حصى، احد يخوف قوره فيها مويه، صوت سياره، صوت عصا، صوت كيس الى اخره، بعارين بقره ومره اشوفها الى اخره، شيء مخيف بالفعل، وعرف انه مهما خاف رديته، هل انت تبغاه؟ فلو خاف في السباق او في القفز او في التحمل، وهو عارف انك قد خاف قبل من شيء اقوى بمراحل انه يتحكمت فيه، تحكمي فيه اثناء الخوف لن يكون غريب عليه، ما راح يستغرب تحكمي، فيكون لخبطته محدوده او نقول قليله. فرقم واحد يفترض انك تكون انت اللي تعاملت مع الحصان بكل الامور خيرها وشرها عشان اللي يطلع يكون منك. ثانيا عرض الحصان لاختبارات مقاربه او حتى اقوى من الاختبار اللي بيمر فيه وقت السباق، وليس اقل او اسهل. النقطة الأخيرة وهي الأهم، البربرة هذه كذا لو سويتها بالفعل النتيجة اللي بتطلع مرتبطة بطريقة الركوب، يعني لو طبقت الأشياء اللي قلتها، إذا ركوبك زين نتيجتك بس ما تكون زينة. طول السنة كان شعورك معه زين وعلمته على اختبارات مقاربة للاختبار اللي أنت قاعد تسويه أو أقوى أو أصعب، شغلك زين بيكون زين في السباق، شغلك شين كطريقة الركوب بيكون شين في السباق. يعني لو طبقت الكلام اللي أقوله والحصان حاسك إن ركوبك خطأ، ما لك عذر، أنت اللي راكب الحصان طول الوقت. زي مثلا حصاني بركان من يوم عنده من عمر 5 شهور، وعندي انا عمره حوالي 7 سنوات، يعني صار حوالي 6 سنوات وشوي عندك، حرفيا ما حد قاوده غيرك، حتى وقت التقليمه والبيطار لما يجي مو بس تمسكوني تلقى السايس فاك واقف جنبه يقلمون الحصان واقف معه، فحتى الكود ما حد يقاوده غيرك. اي بلاء واضح فيه منك واي ميزه واضحه فيه منك، طبعا نتكلم عن البلاء والميزه المرتبطه بالركوب، ما اتكلم عن الدم والتركيب هذه نقطه اخرى، بس اتكلم عن الاشياء اللي مرتبطه بالركوب والتحكم. فكلامي هذا مرتبط في انك اذا كيف تعرف ان اللي حاصل منك انت او ما غيرك، طبعا مو من الحصان، هذه منتهي منها الاشياء اللي مرتبطه بالتحكم، ما دخل بالحصان، التركيبه والقطعه والدم اشياء اخرى، بس تتكلم عن التحكم، الحصان معصوم ما انا غلط، ما له علاقه في الموضوع، حتى لو غلط غلط مو منه، الغلط مني او من غيري، عشان اتاكد ان الغلط مني او ان كانت في ميزه مني، لابد تكون كل الاشياء اللي مر فيها الحصان قبل السباق مني، وقد عرضت لاختبارات مقاربه او حتى اقوى، هنا سويت اللي عليك، شغلي زين المتوقع ان يكون النتيجه زينه، شغلي شين المتوقع ان يكون شين. طبعا بما ان شغلي شين ايش اسوي، ايش الحل؟ لا شك ان الشخص بما ان شغله سيء قد يقول لك والله انا اخلي احد غيري يركب لي الحصان يضبطه ويحوسني الحصان في السباق شوي احسن ما اركب انا وشغلي خطا واخر، بلا شك فيها، يعني لو كان ركوبي مره سيء وانا ضامن ان سلاي الشغل احسن من شغلي، احسن لي انه هو يركب الحصان ويتعامل معه وقت السباق، مثلا اركب على الاقل الحصان مره ما يحوسني مره، بينما لو كنت انا مدربه بيحوسني وقت السباق ووقت التمرين. حتى نقطة استثنائية، بس أتكلم عن أغلب الناس اللي يبغى يركب الحصان وقت السباق، يكون عندي مشكلة انطلاقة في الانطلاق، حصان تحمل يبغى يرده، أو عندي مشكلة في التحريك، حصان متعود يتحرك مع الخيل، قطعت الخيل وصرت بالحالي وقف حرم أو كن، أو مثلا مشكلة في التحكم في أثناء المراحل الأولى والثانية، ما أبغى يحرق عمره حول الأفراس والفحول وغيره من النبض يطلع فوق ينزل تحت إلى آخره، كذا في الماراثون تبغى ترد الحصان وانطلق بك وحركت الحصان، أو لما تعدي الخيل أو يعدي الخيل يبدأ يكني حرم. سباق السرعة الجوكي يبغى يطبق خطة المدرب ما قدر، حاول يسند الحصان ما يرده، أو حاول يحرك الحصان عقب التكوية ما قدر، يعني ذاك في القفز أنت بتتحكم بسرعة الحصان واتجاهه، بسبب أن لخبطة الحصان أو نرفشته اللخبطة أدت إلى أن أسرع زيادة أو قلل السرعة قبل الحاجز، فاضطر يوقف أو يطيحك أو يطيح الحاجز ما ذاك المطلوب. كل الأشياء هذه مرتبطة بطريقة الركوب. إذا أنت اللي راكب الحصان طول السنة
او سنتين ثلاث سنوات الاخيره قبل السباق، ومعارض الاختبارات نفس الشيء او اقوى، المتوقع انك ما تواجه المشاكل هذه، ولو واجهتها ما راح تكون نفس السوء. لكن لما تواجهها وتحاول تحلها وقت السباق وبعد السباق سنه كامله اللي بيتعامل مع حصان السايس، ثم لما يجي السباق السنه الجايه او بعد 6 شهور 7 شهور الى اخره حسب الحصان تركب عنده مره ثانيه، لن يكون اداء بشكل مطلوب. ما يمكن تعلم شخص على شيء جيد يبغى يطبقه بيوم واحد على حصان مدرب سنه كامله خطا او مدرب سنه كامله من شخص اخر وتوقع انه يكون شغله بشكل مطلوب. لا يمكن اعلم شخص على السواقه بخط سريع في الدائري ولا في الخريص واقول اجيب الشيء المطلوب ويبغى يتعلم فيه، واذا دخل في الحاره اعطى السياره شخص اخر طول الاسبوع حتى في الخط السريع فيها شخص اخر، بس يوم الخميس فرضا ابغى اتعلم الحين اسوي كل شيء، اكيد ما راح تقدر تسوي شيء حتى لو حاولت، ما راح يكون عندك بالشكل المطلوب. نعم ممكن لو علمك الشخص وش تسوي في لحظتها قد تحسن شغلك في لحظتها شوي، يعني احسن من اللي كنت تواجهه، بس هل بتحل المشكله بالفعل؟ لا. هذا رايي في موضوع السباقات او المسابقات. لما تكون ركباتك على الحصان كلها على بعضها ما تجي ربع تشغيل الحصان طول السنه، والباقي يسوي شخص اخر لك او اشخاص اخرين، اكيد العيوب اللي بتواجهها منك ومنه، والميزات اللي بتشوفها منك ومنه. الحصان ما دخل الموضوع، تبغى تتاكد ان الميزات منك او العيوب منك، المفروض انت اللي دربت الحصان. وعارض الاختبارات مقاربه او اسوء، اللي بيصير انه مهما تلخبط اسوء شيء يصير انه ما يعطيك تبغاه بالضبط، يعني جبت ممتاز بس بدل ما جبت 99 95 عادي. لكن لما اكون متوقع 90 واجيب 60، متوقع ممتاز اجيب جيده ومقبول، ثم ابغى حل في نفس اللحظه، شو اسوي؟ كيف ارد حصان تحمل عندي في مشكله انطلاق؟ تعلم الحل، يبغى يحل المشكله السنه الجايه لما يسابق. لا يا ابوي، انت تحل المشكله بكره وبعده 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 لين تكمل سنه كامله، بحيث انك لما دخلت السباق اصلا المشكله موجوده راحت. لكن لما تخلي السايس يكمل شغله يخرب الحصان، او الشخص يركب الحصان يخرب الحصان، ثم وقت السباق السنه الجايه تحاول تطبق اللي يقيل لك وانت ما بعد اتقنته اصلا ما بعد عرفته، المتوقع انك ستفشل. مو من الحصان، مو من طريقه الركوب واسلوب الركوب نفسها اذا نجحت مع غيرك، البلا في تطبيقك للطريقه، والبلا انك ما طبقتها كفايه، والبلا انك قاعد تحاول تطبقها مع حصان خرب وانت بعد ما بعد اتقنتها بالشكل المطلوب. هذا رايي في الموضوع هذا بالصور. طبعا بالنسبه للغالبيه العظمى والعدد الاكبر اللي صعب يطبقون الشيء هذا، وش الحل عندهم؟ اتوقع زي ما قلنا افضل حل بما انك ما تقدر تسوي الشيء اللي قلته، انك يكون دائما انت اللي تقاود او انت تركب الحصان، او انك بالفعل تطبق الشيء ذا على المدى الطويل تدريجيا، تاخذ الموضوع حبه حبه، اللي يركب الحصان بدالك حاول تخليه يتعلم الاشياء هذه. ان كان ولا بد بيركب الحصان غيري شخص او شخصين او ثلاثه الى اخره، احاول قدر المستطاع اللي انا تعلمته اعلمهم اياه، بحيث انه ركوبهم مقارب جدا ركوبي، تكون الفروقات اقل. لكن لما السايس يركب الحصان يوميا 30 كيلو 40 كيلو نام مكبوب اذا انطلق جرت شعبط فيه والخيل تمشي هذا مع الخيل وقف مع الخيل، ثم بعد سنه تركب الحصان في الانطلاق تبغى تمشي اخر الروس، على كيفك؟ الحصان سنه كامله ماشي مع الخيل واللي فوقه شكل، والخيل تمشي وتوقفه بدون اي مقدمات، تبغى توقف اخر الخيل وركوبك زي وجهك، هذا سنحل الحصان يعني ما راح يكون الاداء بالشكل المطلوب. هذا رايي في الموضوع انا بالصراحه.